اليوم راح نتكلم عن الرسائل الوهمية، الأرقام الوهمية اللي تدق عليكم، الإعلانات الوهمية اللي قاعد توصل، اللينكات الوهمية بشكل عام. معاكم محمد الرشيدي، خبير الأمن السيبراني والحماية من الاختراقات واستعادة الحسابات المخترقة. اليوم مثل ما قلنا راح نتكلم عن الاختراقات اللي منتشرة بالفترة الأخيرة اللي هي اختراقات الواتساب. للأسف إن قاعدين نلاحظ إن الفترة الأخيرة كل يومين ثلاثة واحد دازلك أنا الحساب مالي اخترق، أنا مثلاً لا تستقبلوا مني أي شيء. فاليوم راح نتكلم إن شلون ان انت تقدر تحمي نفسك من الاختراقات هذه. في البدايه ندش على اعدادات الواتساب، بعدين نروح على الحساب، بعدين نروح على التحقق بخطوتين، بعدين يطلع معانا المسج هذا المزيد من الحمايه، قم بتمكين عمليه التحقيق بخطوتين، نضغط تمكين. هني يطلب منا نحط باسورد من 6 ارقام، نحط اي باسورد نكون عارفينه. مره ثانيه نكرر الباسورد، طبعا الباسورد هذا ما تنسونه لان اي وقت يطلبه منكم الواتساب لازم تحطونه. بعد ما تحط الباسورد وتحطه مره ثانيه تكرره يطلب منك ايميل، تحط طبعا الايميل مالك. الايميل هذا راح يكون حق مثلا انت نسيت الباسورد، نسيت شيء، فتطلبه عن طريق الايميل هذا. لازم الايميل تكون عارفه، يعني ما يصير تحط ايميل وهمي او شيء. انا راح احط ايميلي. بعد ما نخلص تحط الايميل، طق التالي، يطلب منك تكرر الايميل، ترد تكرر الايميل، بعدين الطق تم. من الطق تم خلاص راح يبين لك ان الجهاز حاليا محمي، يعني حتى لو هاكر دز لك رابط، دز لك اي شيء، هني انت لازم الهاكر بعد ما دز له الرابط لازم ياخذ منك الكود هذا. طبعا الكود هذا انت المفروض يعني انه ما تعطي اي احد مهما كان كذي. انت ان شاء الله خلاص الامور ان اختراق ما اختراق، ان شاء الله بالطريقه اللي انت سويتها البسيطه هذه خلاص ما حد راح يقدر يخترق الحساب مالك. طريقة إغلاق ثغرة في تطبيق سناب شات تحمي بها حسابك. ادخل تطبيق السناب، اختر الضبط في الأعلى، اضغط على الإدارة، اختر مظلات الإعلانات، نغلق ال3 خيارات الظاهرين على الشاشة، نفعل تعطيل الإعلانات بحسب الجماهير.
معاكم عايشة العنزي، مختصة ومستشارة بالتسويق بالإنستغرام. وايد ناس يسألوني هالسؤال، وأكيد أنتوا الحين قاعد تشوفوني وتتسألون على نفس السؤال: ليش التفاعل في الإنستغرام قل؟ ليش ما عندنا نفس التفاعل الموجود قبل 2016؟ إن كل من مسوي لنا فولو قاعد يتفاعل، كومنتات، لايكات. طبعاً بعد 2016 هالشيء اختفى، لاحظنا أن التفاعل جداً قل، لأن الإنستغرام سوى شيء اسمه الخوارزميات. هذه الخوارزميات ساعدت الإنستغرام من جهة، لكن أثرت علينا بجهة ثانية، لكن حلت مشكلة وايد كبيرة. خوارزميات هي معادلات رياضية، عشان نفهمها، معادلات رياضية لحل مشكلة معينة، والإنستغرام سواها عشان يحل مشكلة تضخم الأعداد الكبيرة في حسابات الإنستغرام. من صوب ثاني، لو نتخيل أن هذه الخوارزميات مو موجودة، يمكن نقعد سنوات طويلة عشان نشوف كل الناس اللي مسوي لهم فولو، إذا كان العدد مسوي له فولو وايد كبير، فبوستات، هنقول لو الشخص ينزل 10 بوستات في اليوم، راح نقعد أيام طويلة عشان نشوف هذه البوستات. فخوارزميات حلت لنا هالمشكلة، واعتمدت على عوامل معينة. هذه العوامل هي اللي تحدد على أي أساس اليوم بوستاتي أنا تطلع حق الناس اللي مسوي لي فولو، ونفس الشيء العكس، إن أنا الناس اللي مسويت لهم فولو شلون ممكن أشوف بوستاتهم. الحين عشان نفهم الخوارزميات لازم نعرف أن في 5 عوامل تأثر عليها. رقم 1 الاهتمامات وطريقة سلوكياتنا داخل الإنستغرام. اليوم البوستات اللي تطلع لي من الناس اللي مسوي لهم فولو أو العكس، الناس ممكن شلون يشوفونها حسب سلوكياتي أنا وسلوكياتهم أهما. شنو البوستات اللي ممكن أنا حط عليها لايكات؟ منو الناس اللي أنا أسوي لهم فولو؟ شلون أنا اهتمامي داخل الإنستغرام؟ هذا الشيء يحدده الخوارزميات، وعلى أساسه راح تطلع لك البوستات. اليوم أي شخص مسوي لك فولو، تأكد إن إذا بوستاتك ما طلعت عنده فهو مو وايد مهتم في المجال اللي أنت قاعد تقدم فيه. رقم 2، شنو العلاقة اللي تربطك بينك وبين الناس اللي مسوي لك الفولو؟ يمكن راح تستغربون، بس خوارزميات إنستغرام لهالدرجة هي متطورة. اليوم إذا أنا في ناس أعرفهم بالصدق، بوستاتي وبوستاتهم تطلع لي أكثر. اليوم الناس اللي قاعد أكلمهم بالواتساب أكثر، هذا يعطي مجال أكثر إن بوستاتي أو بوستاتهم تطلع أكثر حقنا إحنا، لأن أكيد كلنا نعرف إن الواتساب ضمن شركة الإنستغرام وكلهم يستفيدون من المعلومات اللي تكون موجودة. رقم 3 عندنا التوقيت. كل البوستات اليوم اللي في الإنستغرام تطلع فقط حق 10% من الناس اللي يتابعوني. العدد جدا قليل، لكن احنا نقدر نتجاوز هالشيء ونزيد فرصة ظهور بوستاتنا حق الناس اللي مسوي لنا فولو من خلال اختيار التوقيت المناسب. يعني مثلا اذا انا اليوم اغلب الناس اللي موجودين، احصائيات حسابي تقول موجودين الساعة 3 العصر، فانا احرص ان 3 العصر انزل فيه التوقيت اللي يكونون متواجدين فيه، وبالتالي اتجاوز هالمشكلة. رقم 4 استخدامك للتطبيق. شلون انت قاعد تستخدم الانستغرام؟ على اساس الخوارزميات راح تعرف شلون ممكن تتعامل معك وتلخص لك بوستات الناس اللي انت مسوي لهم فولو. فاذا كنت انت شخص مستمر كل شوي قاعد تدش تتفاعل تشيك كل شوي على الانستغرام، فراح يتعامل معك بطريقه مختلفه عن لو كنت شخص انت منقطع قاعد تدش من فتره لفتره بينهم ايام. فاذا كنت شخص مستمر، الخوارزميات راح تلخص هذه البوستات على حسب الجدول الزمني.
أما إذا كنت شخص منقطع فراح تلخص لك البوستات على حسب المجال اللي أنت تفضله وتحبه. وهذا ليش وايد ناس يتسألون إن ليش في بوستات من 3 أيام أو من يومين قاعد نشوفها، بينما في ناس لا مترتب معاهم البوستات وقاعد يشوفونها عادي طبيعية حسب الجدول الزمني. فهذا يفسر لنا الاختلاف. رقم 5 الفولوينج. الفولوينج صار وايد مهم، الناس اللي احنا نتابعهم صار هالشيء وايد مهم مو نفس اول. فعلى اساس الناس اللي احنا نتابعهم الانستغرام راح يصنف اكاونتنا. فاذا احنا كنا نحب نشوف وايد ناس يحبون الطبخ فانستغرام راح يفهم ان اهتماماتنا في مجال الطبخ. فلازم نكون وايد حريصين على منو نسوي فولو، وتكون طريقة الفولوينج منهجية ومدروسة، مو كل من صار ان احنا لازم نسوي له فولو فرفع عنا الحرج عن الناس اللي يكونوا مثلا قراب منا وما نبي نسوي لهم فولو. فنقدر نقول انه والله الخوارزميات راح تأثر وايد على حسابنا اذا سوينا فولو حق اكاونتات مثلا مو وايد اكتف او تحط تكون عشوائية ما في لها مجال واضح. فحرصوا حق منو تسوون فولو. طبعاً كل هذه النقاط اليوم وفقرة اليوم كانت بس عشان نفهم خوارزميات الإنستغرام. إن شاء الله في الحلقة القادمة راح نعرف مع بعض شلون ممكن إحنا نتعامل مع هذه الخوارزميات، شلون نحصل على أفضل فايدة بطريقة استخدامنا ونشوف نتائج طيبة مع بعض.